جاي لك النهارده حي بقلب اخوك وشد الاحزمه اخوك ابو عدي، لان فيديو النهارده غير اي فيديو بقى. مش هتقول فيديو زي اول بتاع الحدث، لا احسن من فيديو اول مره بتاع الحقيقه. ليه بقى؟ لان في باكجات جديده نزلت يا جدعان، وانا سامع قلبان كده ان الحظ فيها حلو، فانت لازم تنزل تعمل لايك لو انت مش عامل لايك، والاشتراك الجميل لو انت اول مره تشوفنا، عشان مع اخوك ابو عادل مفيش مستحيل وهتشد الاحزمه دايما. عملت اللايك الاشتراك، عايز اقول لك ان احنا خلاص ممكن الله اعلم على ما الفيديو ده ينزل نكون وصلنا ل 384,000. احنا رحلتنا باذن الله لل 400,000. لو انت اول مره اعمل لايك واشتراك وظبط الدنيا، اول مره تشوفنا خلصنا. يلا بينا يا جدعان، ليست تكون خش على فيفا على طول. معانا 400,000 يا رب فيفا بوينت، فعلا معانا 400,000 جوهره يا جدعان، ونخش على المتجر. معانا دلوقتي باكات نزلت 6250. طب ايه الباكه بقى دي؟ تعال نشوف بتعمل ايه. هتديك لاعب ماسكرونو ولاعب من 92 ل 95، يعني ده ربي ضربانا يا جدعان، قلبان وضرب نار خلصنا. ولاعبين من 85 ل 95 ولاعب مش يا خرابي، ايه ده الجمدان ده؟ وايه دي كمان؟ ثلاث لعيبه من 85 ل 95 وسبع لعيبه من هنبقى نجربها مره. خلص هنجربها مرة احب قلب اخوكو. ايه ده؟ ماشي. ايه ده بقى؟ خمس لعيبة من اربعة لا وحشة مش عجباني بصراحة. بضب 12,000 جوهرة يا ببلاش. بضب ولعب تلات لعيبة من تمن غير قابل للمقايضة. لا يابا مش عايزين، ابعد يابا على الباكة دي. نخش على البطاقات المساعدة للشتاء. ايه ده؟ ضافوا حاجة برضو هناك دي ده؟ اه ضافوا دي. خش بقى ايه؟ لاعب الاصدار المختلط. ايه ده؟ ده مش بالقايضه يا جدعان، مالهمش اي تقتيل لازم، اطلع بره خالص. نسيت اقول لك على حاجه، ايه هي؟ عملت اللايك، عملت الاشتراك. طب يلا بينا هنخش على العب، وبعدين نيجي على نمط التحدي عشان بس ما تفوتكش المعلومه دي يا جدعان. انا مش عارف هي فاهم انت عملتها ولا ما عملتهاش، بس اكيد في ناس ما تعرفش، فاحنا نقول لما نعرفش انك لو دخلت هنا هتلاقي هنا يا جدعان 88 ل 95 وباكتين من 85 ل 92. خش العب ماتشات ضد الكمبيوتر، هتخلص الماتشات تاخد الباكات تكسب لعيبه ملايين طرش الطرش هيبقى قلب اخوك. يلا بينا استنى على الشباب اللي يا جدعان، لازم نشمر شمر بين العضله. ابو عضله فاكرين انت ابو عضله؟ ومن الاخر اخوك ابو عادل بيقدم محتوى فاخر، والباكه دي لاجل عيون اخواتي الحلوين. ودي هيبقى قلب اخوك، ودي. ايه ده؟ ايه ده؟ الو هو ايه اللي حصل؟ ايه قلبك؟ ثانيه بس عشان ما فهمتش حاجه. نجرب تاني والله، يمكن فيها حاجه حلوه، فيها حاجه حلوه. ايه ده؟ هما اللعيبه دي دول بيلعبوا يا جدعان ولا ايه؟ نجرب تاني. ايوه كده، دلعني. مين بقى؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، سي ام كمان الهلال. ماشي متروفيتش ده ولا ايوه هو سافيتش. خلصان خلصان، ده انا هيجي لي يا خرابي. ده في نغزه كده يا جدعان، في نغزه. ابدا بقى دوري ابطال، ابدا اسباني جي كي. ماشي ورب كده بدات. بس انا مش هسيب البكاء يا ايكون بقى. ايكون دلعني فرنسي زيدان. لا سي دي ام يا خراب. ده اخر تلات، يا نهار ابيض يا جدعان، ده انا بقى يعني انا جربيت، انا بدات اهرش في كل حته والله. ايش هذا دودك؟ هات كمان نسخه من دودك. ايش هذا؟ حظها زباله. يا نهار ابيض ماسكرانو خلصان. طب اللعيبه اللي هنا بنكسبها مره بنكسبها تاني ولا ايه الكلام يعني؟ عشان بس ايه؟ عشان نبقى على الوضع مع بعض يا جدعان. ايوه بقى هو بقى الايكون، هو بقى اسباني تشابي الونسو. لا مش تشابي الونسو، ده لاعب ما نعرفوش خالص. كبد ايه انت ايه نظامك؟ كم مليون؟ 25 مليون بتتباع؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مصر كلها بتبيع فيه والله. يا مصر يا خراب يا خراب يا خراب، يا ريتني والله. تعالوا يا جدعان نجرب باكه من هنا.
باذن الله. وانا اللي انا كنت فاكر يا جدعان من 92 ل 95 كل اللعيبه، والله لا ده انا طلعت مغفل ورب طلعت مغفل. مين امريكي سي بي؟ ايوه قول لي يا ولا يا ولا يا جامد يا ولا. اعلى لاعب ب 700,000 جندوجا ب 12,000 جوهره، يا نهار ابيض رب يا جدعان. ده ايه ده؟ ايه دي؟ 84.5 بيجروني الرزيلة، بيجروني الرزيلة والله. بس لا تعالوا يا جدعان نجرب بقى هنا بقى، يلا من 81 100,000 ماشي، 81 ماشي 100,000 ايه؟ ايوه بقى دوري ابطال برتغال. لا كريستيانو ما لعبش دوري ابطال، الواد جيرورا ده ولا مش عارف اسمه. ايوه هو تعال وكوت بقى وكوت بقى يا عم وكوت، تسمع من الو ايه اللي بيحصل يا شباب؟ ده ميسي مش موجود خالص، امال هنكسب ميسي ازاي؟ طيب الو ايوه كده بقى ايوه كده اسباني ده يعني. لا يا جدعان لا يا جدعان ايه ده؟ الو ايش هاد؟ والله ايش هاد؟ لو فتحنا هنا بكى يا جدعان نجربها 12 ماشي، نجرب بكى هنا نجرب عادي، مش هنخسر حاجه، مش هنخسر حاجه ورب ما هنخسر حاجه، نجرب بكى ماشي. هولندا صانع العاب اياكس، مين بقى؟ هنخسر، خسرنا 12,000 جوهره، 600,000 اعلى لاعب الواد جريليش والله. يا خرابي على الجمدان والله. يعني انا من يعني مش قادر اقول حاجه والله. تعالوا يا جدعان نجرب بكى هنا، ياكش نكسب بوشكاش مثلا يعني. استنى على الشاب اللي اودي بكى واحدة بس، ها عشان ما تتجننش بكى واحدة. اسباني ار بي ماشي، كارلوس بيول طبعا غير قابل للمقايضة. ايه ده 56؟ ماشي يا كارلوس بيول. طب والله العظيم يا جدعان حظها حلو، تعالى تاني يلا تاني ان شاء الله بوشكاش، ان شاء الله بوشكاش يا جدعان ماشي. بوشكاش بقى الماني استي، لا مش هو، امال بوشكاش منين هو؟ كلوزا دياز بيتباع؟ ما بيتباعش ليه كده يا دياز؟ ليه يا حبيب قلب اخوك؟ ليه مش بتتباع؟ هعمل بيك ايه؟ انا شايف ان احنا بنخسر بصراحه، كمان واحده انا شايف ان احنا بنضيع الجوار على الفاضي بصراحه، ده اللي انا شايف. ماشي امريكا استي ويلسون، خلصنا ويلسون ب 11 مليون. تقولش انت ليه؟ طيب ليه وربي ما فتح تاني ده يا جدعان؟ حتى ده مش فاتح تاني، خذ وقت في كله يا جدعان ورب مش فاتح بقى. تقول لي ابو عادل معلش ابو عادل عشان خاطر ده؟ لا يابا مش فاتح هنا ايه ورب مش فاتح هنا كمان ورب ما فاتح. تعالوا يا جدعان ايه ده؟ باكة مجانية، احنا اولى بالباكة المجانية يا جدعان. يلا بينا خش على الاحداث الحية. هو ده الحدث ده، بص ده اللي انا بحبه، الحدث ده اللي انا بحبه بصراحة، حدث جميل وخفيف ورائع كده والله العظيم، جميل وخفيف وحلو. هنا ايه؟ نفتح 10 فتحات ودي يا حبيب قلب اخوك. اشتمهم طيب يا جدعان اشتمهم يا رب بقى. لاعب حلو ايكون بقى ماشي. انجلترا سي ام ويست ام 86 يا ولا زعيم يا ولا هتلر بقى ده ماشي. لا انا كله الا ما يرضي الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
نجرب هنا تاني. انا بكى من 90 ل 95. والله يا جدعان انا حاسس ان بوشكاش هيجي. لو بوشكاش جه ضرب نار، لو بوشكاش جه ضرب نار، هيوفر علينا كتير قوي، كتير قوي قوي قوي. بس احنا كسبنا كارلس بيول، احنا ممكن نحط بيول مكان الواد التاني ونطوره يبقى صح، ونلعب بكارلس بيول. ممكن نلعب بكارلس بيول يا جدعان، وحلو مش وحش. انتوا رايكم؟ انتوا كسبنا دياز وكسبنا كارلس بيول وكسبنا الواد ويلسون، ف بقى كمان يا جدعان ب 20 ولا كفايه؟ بص احنا ب 20 هيبقى معانا 200. يلا بقى كمان، بقى كمان ان شاء الله ما حد حوش، ان شاء الله بوشكاش يا جدعان، باذن الله بوشكاش، ان شاء الله بوشكاش بقى. نسيب بوشكاش منين بس؟ ماشي. ال دبليو هنا ريدا ولا مين؟ هنا ريدا ولا مين؟ هلا ريبري، ماشي يا ريبري. هنري اصلا هنا، هنري اصلا مش هنا. ماشي. شوف كارلوس بيول اهو مش بيبقى. احنا ممكن يا جدعان نبيع الواد البرتو ونستخدم كارلوس بيو صح. معانا كام نسخه ماسكو ده؟ احنا بقى معانا كتير قوي يا جدعان، 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. الواد ده لو طورناه بواحدة ماسكرانه مش هيتباع. لا هيتباع. وهنا لو لا مش هيتباع. بس احنا دلوقتي ممكن نعمل حاجة حلوة، احنا ممكن نبيعه على عماه كده، فاهم انت؟ ممكن نبيعه على عماه. كريستيانو بقى ب 600 مليون بس هينزل، يعني سعره هينزل. ايه يا بوشكاش؟ انا محتار يا جدعان. نطور كارل، نطول كارلوس بيول ونحطه في التشكيله ونوفر 200 مليون ولا ايه الكلام؟ ار بي يعني. انا شايف بصراحه يعني، فاهم انت؟ هو والبرتو اعلى اتنين، فانا شايف بصراحه ان احنا نعمل كده بصراحه. انا بكام بقى بصراحه؟ بنقول الحق. هنبقى هنشوف، هنجرب الحظ. عرف يتطور كنبه، ما عرفناش نطوره عادي جدا، ما فيش مش مشكله خالص. تركيه تصنيف واحد ولا نوفر نسخ ماسكرانو يا جدعان؟ واحد ماشي. اتنين ماشي. دي بقى ايه؟ دي اللي احنا هنجرب فيها بقى. تلاتة لو رفع تمام، فشل. نجاح حلو قوي ده، نجاح وابراهيم واسماعيل وده ده في دنيا. يلا تاني هنجرب يا جدعان واحده واحده. نجاح بقى كمان بقى، فشل تمام. واحده كمان. انا حاسس ان انا بتغابى بس الموضوع حلو. فشل فشل. مفيش غيرها بقى، مفيش غيرها. لو فشل التاني هكسرك يا بيو. نجح فشل تاني. اطلع يا كلب اطلع، رب لا انزل عمك تاني. ضيعنا نسخ كار. ضيعنا النسخ كلها ورب. كان زماني طورت صلاح والله. اتغبيت صح؟ هتجيلي في الكومنتات تشتم عليا النعمه، فاهم؟ انت صح، انما انا غلط. اتغبيت شوي عادي جدا يا جدعان، عادي والله بتحصل. والله مش هي والله بتحصل عادي كده كده. ناخد يا جدعان نسخ كتير. تعالوا بقى ايه، نفتح الباكه من 85 ل 95. يلا فاضلها لفتين وان شاء الله، فاهم انت؟ نخلصها. يلا ها كام لفه؟ واحده. ليه طيب واحده بس حلوه من 80 ل 92؟ لا ده وحشه خالص. ها مي خمسة ماشي. 10 لعيب. انا معايا بقى معايا لعيبه كتير قوي يا جدعان. اتنين بس تاني يا عم. خلاص خلاص يلا يا جدعان. اتنين برضو. هات يا عم الجواهر يا عم. صرفنا 180,000 جوهره على الفاضي على لا شيء والله العظيم لا شيء. يلا ماشي.
هات يابا بقى 85 ل 95 يا رب يا رب. لاعب حلو بقى انجلترا ساكا ده ولا لا اس تي هري لا ولا ده ولا ده ولا ده يعني ويلسون خلصانه يا ويلسون بس المره دي بيتباع ويلسون المره دي بيتباع اتنين بس حلوه 80 ل 92 ماشي كم خمس نطات يا ولد ايه ايوه كده عايزك ترمح ارمح يلا كمان اربع نطات 50 جوهره يلا كمان واحده اخر واحده بقى وايه ونختم البال بتاع كده سته يا سلام يا سلام وخد اللاعب كمان الواد اللاعب ده بقى معاه منه كتير يا جدعان يلا يا جدعان ناخد الهديه من 85 ل 95 انت مع مصر كلها بصوا يا جدعان عايز اوريكم حاجه ايه ده ايه ده مش كانوا يا جدعان تمانينات بيبيعوه وربي كان تمانينات بيبيعوه يلا ان شاء الله هو يا جدعان ان شاء الله هو 80 مليون حلوين يا رب ايكو مش ماشي هاري كين بقى ماشي اسباني ولا ده ولا ده ولا ده خالص 86 تعالى والله ما ينفع ده هنا بيدي ايه ده خمسة وهنا ده ايه ده الكلام ده ماشي ماشي يا جدعان والله العظيم لا نقول الا ما يرضي الله وحسبي الله ونعم الوكيل اقسم بالله حتى نسخ ماسكرانو راحت اختفت مني جريت انك لله كارلوس بيو من ام لله البكا دي اصلا بكا زباله 108 ده هي لوحدها صرف على 80000 جوهره هي راحت فين؟ هي دي ولا دي؟ هي دي ولا هي فين؟ اختفت؟ مشيت كمان ولا انا ختمتها يا جدعان؟ لا ما ختمتهاش هي دي صح؟ ايوه هي دي فاتح منها اربع مرات اربع مرات المره ب 18000 احسب بقى احسب احسب يا حبيب قلب اخوك يعني كتير قوي مش كانه غير قابل للمقايضه بس ماشي متعوضه يا جدعان متعوضه والله متعوضه بس كده يا حبيب قلب اخوك فانا مش هقول لك مع السلامه لان انت كده تشوفنا بكره باذن الله والباكات الجديده اللي نزلت اتختمت فمش هقول لك مع السلامه انت كده تشوفنا باذن الله بيس هاوت